قالت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب إن موظف القطاع العام مثقل بأحمال وقيود وليس مدللا. وخلال مشاركتها في منصة حوارية ضمن مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي بالمملكة العربية السعودية، أكدت راغب على انحيازها الدائم للموظف الحكومي، مشيرة إلى أهمية الاختيار الصحيح لموظفي القطاع العام وتدريبهم وتأهيلهم بالطرق الصحيحة، إلى جانب وضع الأهداف الواضحة وتذليل العقبات أمام الموظفين لتحقيق تلك الأهداف.